مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض رائع جدا وفرصة ما تتكرر. الشقة اللي عندنا اليوم في هذا المجمع مثل ما نشوف مجمع راقي كامل الخدمات، فيه مسبح خارجي، مسبح داخلي، ساونا، حمام، فيه جراج، كذلك فيه سيكوريتي وأيضا مولد. كل الخدمات موجودة في هذا المجمع. الشقة اللي راح نشوفها هي طابقين دوبلكس. الطابق الأرضي اللي هو طابق الحديقة، أكيد عندكم حديقة أيضا خاصة فيكم، وكذلك الطابق الثاني بأثاث راقي جدا. راح نشوفها صفر، المجمع صفر، الشقة صفر، مساحة 125 متر، غرفتين نوم وصالون، حمامين، وكذلك بالكونات عدد اثنين في منطقة كركجاك على بعد 250 متر من البحر، على بعد 15 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. راح نفوت نشوف هذه الشقة، وأني أنصح فيها لأنه جدا رائعة. من راح تشوفوها راح تقتنعون في كلامي. ابقوا وياي في هذا الفيديو، خلينا نشوف الخدمات ومن ثم نفوت نشوف الشقة. خليكم وياي. وهذا امامكم البناء. طبعا الشقه مالتنا هناك تقع بجهه المسبح، هذه البوابه كلها سكيورتي، هنا موجود حارس. هذا فندق اللوموس مشهور في منطقه كركجاك على بعد 250 متر عن البحر، منطقه جدا جميله لطيفه. البناء صفر مثل ما نشوف. راح نطب هسه نشوف الخدمات مال البناء، واكيد بعدها نطب نشوف الشقه. هنا عندنا مسبح كبير، هنا عندنا منطقه للشواء، وعندنا هنا ايضا بارك للسيارات مثل ما شفنا. وراح اشوفكم باقي الخدمات في هذا المجمع. طبعا مثل ما نشوف امامنا هذا هو المسبح، وهنا ايضا منطقة للشواء اكو اذا تلاحظون، هذه هي منطقة للشواء، وايضا عندنا هذا المسبح اللي هو كبير. وهناك باقي الخدمات، عندنا مسبح داخلي، عندنا فتنس، عندنا حمام تركي. والشقة مالتنا هي الطابقين، الطابق الحديقة والطابق الاعلى. راح نفوت نشوفها ابقوا يعني. وهذا امامكم المدخل مال البناء مالتنا. اكو مدخلين، المدخل اللي شفناه من جهه الجراج، وهذا المدخل الثاني. البحر بالضبط هناك، هنا منطقه حيويه بالفنادق ومنطقه جديده كلها مشاريع جديده، منطقه كركجاك. اكيد هذه الشوارع كلها راح تكون مبلطه بشكل ممتاز بعد ما تصير المشاريع. هنا جنبها اكو مثل النهر صغير. صراحه نطب نشوف الشقه. هنا راح تصير محلات، دكان هنا ودكان هنا، الاغلب مكتب. طبعا اكو سكيورتي هنا، و راح اشوفكم بالبدايه الخدمات الموجوده. طبعا الشقه مالتنا مثل ما نشوف في هذه الجهه، لكن بالبدايه خل نروح نشوف الخدمات الموجوده في هذا البناء واللي هي اكثر من رائعه، مجمع كامل الخدمات. هنا عندنا صاله رشاقه مثل ما نشوف امامكم، وايضا بالخارج عندنا هنا المولده. و شفنا المسبح الخارجي، حاليا المسبح الداخلي، ودا تشوفون هذا المسبح شغال. اغلب المجمعات المسبح ما يكون شغال، هذا المسبح شغال، انت تشوفون فيه المي ودافي. هذا هنا المسبح الخارجي مالتنا يكون، وهاي الحديقه بالليل حلوه تصير الاناره فيها. وايضا هنا اكو باب تاخذنا الى الخارج، وعندنا هنا ايضا هنا عندنا الساونا مثل ما نشوف، هذه هي الساونا. وعندنا هنا الحمام التركي حاليا مقفول، ينفتح بايام معينه حاطين الجدول. وهنا عندنا تواليتات، خدمات اكثر من رائعه. طبعا هنا مكان للجلوس ايضا. خلونا نطب للشقه ابقوا ويانا، خلينا نشوف باقي التفاصيل. وهذه امامكم الشقه، المدخل مال الشقه. الشقه الصراحه ممتازه، سوبر لوكس. طبعا هنا شوفون حتى الباب بها كواليتي. هنا عندنا مخزن عاملين اذا تشوفون. وهذا هو المدخل مال الشقه. الطابق الثاني فيه غرفتين نوم وحمامين. عندنا هنا الطابق هذا فيه غرفه جلوس، مطبخ، بالكون مع حديقه، وكذلك عندنا هنا ايضا مغسله وتواليت. شوفوا ويانا الشقه صفر، الاثاث كلها صفر، مأثثيها بطريقة جدا لطيفة. شوفوا الألوان اللي مستخدميها، يعني سوبر لوكس الشقة، مساحة حلوة. هذه هي غرفة الجلوس، عندنا هنا أيضا التلفزيون، وهذا هو المطبخ مالتنا. شوفوا المطبخ كامل مكمل، ثلاجة، غسالة الصحون، طباخ، فرن، الكاونترات، ساحبة الهواء، وأيضا في كل غرفة يوجد جهاز تبريد. هنا عندنا طبعا الحمام أو التواليت الضيوف، مغسلة، مغسلة مع التواليت مثل ما نشوف امامنا. وهذا هو مساحة المطبخ. واذا نجي نشوف الشقة من هذه الجهة، هذه هي مساحتها، مساحة الصالون. شوفوا الانارة،
احلى شيء فيها هو انه هذه تحتوي على حديقه، هذا طبعا التيراس مكان للجلوس، هذا هو البناء. البناء جدا لطيف جديد، وايضا في نفس الوقت مثل ما قلنا في خدمات كثيره. طبعا هسه انا راح اطلع اشوفكم هناك اكو هذه الحديقه ممكن تستخدموها. هاي من هنا الباب تفتحوها، اذا نشوف امامنا من هنا تنفتح، ومن ثم هسه لانه طين ما اريد اطلع واطب للشقه بالاخير راح اشوفكم من هنا تطلعون اكو هاي كلها حديقه تقدرون هنا، ممنوع انه تغلقوها لكن تزرعون شغلات، تسوون مكان للجلوس خاص بكم هناك، لانه هذه الحديقه هي تابعة للمجمع ككل وليست فقط هذه الشقة. وهناك طبعا عندنا المسبح والخدمات كلها فيها أباجورات تغلق في حالة مسافرين أو ما موجودين. أيضا مثل ما نشوف فيها جهاز، أيضا الجهاز كاميرا والتليفون تفتحون من هنا، يعني من أحد يدق عليكم أو كذا ممكن تشوفون. يعني كاملة مكملة الشقة. خلونا نصعد للطابق الثاني. الدرج مالتها، شوف قبل لا اصعد اشوفكم الدرج، الدرج مالتها واسع مثل ما نشوف، مو درج يصير ضيق، وايضا كواليتي حلوه. عندنا بالطابق الثاني غرفتين نوم، حمامين، وكذلك بالكون اكيد. عندنا هنا اولا الحمام الرئيسي على اليسار، هذا الشاور، تواليت، المغسله، شوف الكواليتي المستخدمه. عندنا هنا غرفه نوم اطفال او غرفه نوم اولى، مؤثثة أيضا بالكامل مثل ما نشوف، معمولة بديكور ديزاين حلو مع هذه الإطلالة على المسبح. وعندنا غرفة نوم رئيسية بمساحة أكثر من رائعة، يعني هنا محطوط سرير، هناك الخزانة، وبعد فيها مساحة، والألوان المستخدمية جدا لطيفة. طبعا هنا عندنا الحمام الخاص بغرفة النوم، فيه المغسلة وكذلك غسالة الملابس، وتشوفون المغسلة هنا، عندنا التواليت وايضا الشاور، وهذا سخان للمياه الكهربائي. يعني الشقه ما بها اي نقص، مجرد انه انت تجي تقعد فيها مباشره. طبعا هنا اذا نجي نطلع، هذا هو البالكون الخاص بالشقه، بالكون لطيف، ومثل ما نشوف امامنا على المسبح مباشره، اطلاله جدا رائعه. شقه مؤثثه باثاث راقي جدا، وقريبة من البحر، قريبة من كل الخدمات. ابقوا ويانا خلينا نتكلم عن باقي التفاصيل، خليكم ويانا. ومثل ما شفنا أصدقائي، شقة سوبر لوكس رائعة جدا الصراحة. حاليا أنا قاعد في غرفة الجلوس، الشقة مؤثثة بالكامل، غرفتين نوم وصالون، طابقين، حمامين، وكذلك بالكونات عدد اثنين. الأثاث مالتها فول من أرقى الدرجات، تصميم رائع جدا، مجمع كامل الخدمات. طبعا هاي مساحتها بحدود 125 متر. تعالوا وياي خل أشوفكم بالبداية. أحلى شيء فيها إنه فيها هذه الإطلالة على الحديقة على المسبح، كذلك فيها حديقة خاصة تقدرون أنتم تستخدموها. مجمع كامل الخدمات، مسبح خارجي، داخلي، صالة رشاقة، حمام، ساونا، مولد، جراج للسيارات، سيكيورتي، عن البحر فقط 250 متر في منطقة كركيجاك، على بعد 15 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. كلش حلوة الشقة الصراحة، أنا اقتنعت فيها لأنه سعرها مناسب، فقط مطلوب فيها 116 ألف يورو، وهذا السعر ممتاز لشقة جديدة بهذا الأثاث وبهذا التصميم مع هذه المساحة. أتمنى إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. أي سؤال استفسار عندكم، الأرقام معروضة على الشاشة، تواصلوا وياي أو كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وأكيد اشتركوا يانا بالقناة، وإن شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.